الخير، كل التحيه للاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. والحقيقه كانت فرحه كبيره، فرحه بفوز نادي الزمالك ببطوله الكونفدراليه، وده الطبيعي. يعني ده الطبيعي الحقيقه ان كل مصر تفرح، مش فرحه الزمالكاويه بس، هي فرحه لانها قبل ما تكون بطوله للزمالك بطوله بتضاف للكره المصريه وبتضاف لرصيد مصر من البطولات. فبالتاكيد جدا والطبيعي جدا الحقيقه انها حاجه تفرح. كوني في منافسه كبيرة مع الزمالك ده ما يمنعش ان انا افرح للزمالك او لغيره. على فكرة اي فريق مصري يرفع علم مصر ويرفع راية مصر ويرفع رصيد مصر من الانجازات، على فكرة دي حاجة تفرح، عمرها ما تضايق ابدا. طول ما احنا بنتكلم على الرياضة انها في اطار المنافسة الشريفة، واعتقد انه على ايامي كان التيار كله كده، كان القاعدة كلها كده، ان احنا بنفرح وبنقف وبنساند وبندعم اي فريق مصري بيمثل مصر في بطولة خارج مصر. معرفش ايه اللي قلب الايه بصراحه، معرفش دي بقت ليه بدل ما كانت القاعده كان اللي يمكن عكس القاعده في الوقت ده يخاف انه يتكلم في ده او يخاف انه يعبر عن ده، لانه عارف انه شاذ عن القاعده، عارف انه استثناء بسيط جدا في مواجهه اغلبيه ساحقه. لكن يوم بعد يوم، تطور بعد تطور، اعلام، فضائيات، سوشيال ميديا، فوضى على كل المستويات، اتغيرت المفاهيم وتبدلت للاسف الشديد. وبقى من البجاحة بعين انه حد يطلع على الشاشة وهو بيخاطب رأي عام مش مدرك طبعا حجم تأثيره وحجم فداحة عمله، يتمنى خسارة أندية مصرية قدام أندية تانية غير مصرية، وبيتكلم على انه ده عادي، وبيتكلم على انه ده من حقه. مش ممكن ابدا تحت اي ظرف من الظروف، بالذات لما تكون بتتكلم في رياضة. احنا مش بنتكلم في حاجة، يعني مش عايز اقول شديدة الأهمية، طبعا الرياضة مهمة جدا في حياتنا، لكن حاجة ما تستدعيش صراع من النوع ده، حاجة ما تستدعيش التعصب والفتنة اللي وصلت لها يعني الساحة الرياضية في مصر. وللأسف بشكل كبير جدا بشوف إن الجمهور هو آخر حلقة في حلقات المسؤولية عنها. يعني ما تقدرش تلوم الجمهور، بالعكس أنا فرحت امبارح إن استاد القاهرة مليان بجماهير نادي الزمالك، وكان يصعب عليا جدا 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 والجماهير دي ترجع زعلان، وأنا لا أنتمي للزمالك ولا بشجع الزمالك، بس في النهاية دول ولاد بلدي. والإنجاز ده مش هيتحسب للزمالك بس، هيتحسب لمصر وللكرة المصرية، وهيتحسب إن شاء الله بإذن الله لمنتخبنا فيما هو قادم من تحديات. والمنتخب الحقيقة مش في حاجة لمطب صناعي، يعني هو عنده من المطبات ما يكفيه، وكابتن حسام داخل في حالة صراع أو دخل نفسه في حالة صراع، الله أعلم. أعتقد إن شاء الله بإذن الله أتمنى إنها ما تأثرش على منتخبنا فيما هو قادم. عندنا سوبر طرفه الأول مصري، وبإذن الله الطرف الثاني إن شاء الله يوم السبت اللي جاي يكون مصري. ومين يكره إنه سوبر أفريقيا يبقى كل سنة بين فرقتين مصريين؟ هي دي حاجة تزعل؟ يعني بالعقل وبالمنطق هل دي ممكن تكون حاجة تزعل بالنسبة للناس أسوياء النفس، بالنسبة للناس اللي بتحب بلدها وبتغير عليها؟ ما أعتقدش. طيب عندنا نقطتين مهمين جدا. الأول خليني طبعا أأكد لكم إنه النهاردة راحة، برضو امبارح كان راحة والنهاردة راحة، بكرة إن شاء الله تبدأ رحلة استعداد للترجي التونسي ويرجع الأهلي للتدريبات مرة تانية. وأطمنكم على علي معلول اللي أجرى جراحة في وتر أكيلس، واتحدد له يعني مدة أو فترة راحة، جراحة ناجحة الحمد لله، أتمنى له السلامة إن شاء الله بإذن الله ويرجع أحسن من الأول. ونتيجة لده طبعا علي هياخد راحة لمدة أسبوعين، ويرجع من بعد الأسبوعين دول إن شاء الله يبدأ برنامج التأهيل بتاعه. غياب علي بالتأكيد مش بس عشان مكانته ومش بس عشان حب الناس ليه، لكن كمان تتكلم على واحد من أعمدة فريق النادي الأهلي، واحد من أهم مفاتيح لعبه في السنوات الأخيرة، وواحد من أكثر اللاعبين خبرة. فافتقادك ليه في مباراة الترجي بالتأكيد هيكون صعب جدا، لكن إن شاء الله اللي جاهز والموجود قادر يعوض غياب علي معلول. طيب عندنا ايه النهارده؟ خلينا نروح لفاصل لانه عندنا يعني فيديو كونفرنس مهم جدا مع واحد من نجوم بايرن ميونخ السابقين، وطبعا نجم من نجوم منتخب المانيا، وفاز ببطوله اليورو سنه 96، وكان مدير رياضي لفريق فولفسبورج. البدايه او مشوار التالق اللي ابتدى بيه عمر مرموش في الدوري الالماني هيكون ضيف علينا في السادسه، هنتكلم معاه عن نهائي تشامبيونز ليج، وهنتكلم معاه على البايرن اللي يمكن خرج خالي وفاضل الموسم ده من اي القاب او بطولات. توماس شترونس هو ضيفنا في السادسه لكن بعد الفاصل. والاهلي عموما صاحب الفعاليه الاكثر على مستوى الارقام في بطوله افريقيا، وده اللي نتمنى انه يترجم، وده اللي هنشتغل عليه في الايام اللي جايه ان شاء الله.
عشان نشوفه بيتحقق في مباراه الترجي ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في القاهره. توماس شرانس نجم طبعا بايرن ميونخ السابق ومنتخب المانيا والمدير الرياضي السابق لنادي فولفسبورغ هو ضيفنا في السادسه النهارده. فيديو كونفرنس طبعا هيكون معانا على الهواء. بدايه بشكرك على مشاركتك واهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على وجودك معانا في السادسه. ازيك يعني؟ بكل سرور، شكرا جزيلا. يمكن مش عارف هي يعني صدفه جميله انه يكون معايا اثنين من نجوم نهائي دوري الابطال اللي جمع بين بايرن ميونخ وبين مانشستر يونايتد في خلال فتره قصيره، اعتقد اسبوع. كان ضيفي هنا في نفس مكانك فيديو كونفرنس مع دوايت يورك طبعا نجم المان يونايتد، واللي انت يمكن شاركته او واجهته في نهائي دوري الابطال النسخه اللي ظهرت طبعا او اللي خسرها بايرن ميونخ في اللحظات الاخيره بنتيجه 2-1. أنا أتذكر هذه المواجهة وهذه المقابلة، فعلا كانت مباراة مثيرة جدا. أصعب بكتير جدا أنك أنت تخسر مباراة بحجم نهائي دوري الأبطال وفي الثواني الأخيرة من أنك أنت تخرج مبكرا من البطولة. Das Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Ich habe gerade akustisch das nicht so richtig verstanden. أنا أتذكر مباراة النهائي بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، ولكن عن المباراة السابقة في هذا التاريخ يعني ممكن حضرتك تسأل السؤال مرة أخرى؟ طيب خلينا يعني نعدي نسخة دوري الأبطال مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وخليني أسألك الأول تقييمك للموسم ده لبايرن ميونخ. موسم كان يمكن على مستوى الإنجازات أو البطولات موسم أعتقد غير مرضي لجماهير بايرن ميونخ، يمكن اكبر الفرق الالمانيه، واحد من اكبر الفرق الاوروبيه. ازاي بتشوف الموسم ده وبتشوف مين المسؤول عن المستوى اللي ظهر بيه البايرن؟ ثالث دوري، الخروج من بطوله الشامبيونز ليج، رحيل توماس توخيل، مين يتحمل المسؤوليه من وجهه نظرك؟ نعم، هذا الموسم كان سيء جدا جدا لبايرن ميونخ، حتى في كاس المانيا فعلا خرج الفريق البافاري من كاس المانيا وايضا من تشامبيونز ليج اوروبا. فعلا انا اعتقد ان هذا الاخفاق لفريق الفريق البافاري يمثل لنا ازمه، وبكل تاكيد نراه اخفاق كبير ويؤثر بشكل كبير على الكره الالمانيه بشكل عام من وجهه نظري، وله دور كبير جدا في تطور الكرة أو إخفاق كرة القدم في ألمانيا عندما يخفق الفريق البافاري في أي مسابقة. مين يتحمل مسؤولية الإخفاق من وجهة نظرك؟ هل رحيل توماس توخيل ممكن يعيد بايرن ميونخ المسار الصحيح، ولا فريق البايرن أو سكواد البايرن في حاجة لتجديد دماء؟ أعتقد أن هناك أشياء عديدة وأسباب كثيرة. عندما يصل الفريق البافاري في هذا الموسم للترتيب الثالث في الدوري العام البوندسليغا، أنا أعتقد ليس هناك من وجهة نظري توافق وهارموني ما بين توماس توخيل واللاعبين وبين الإدارة أيضا. هناك شيء ما يحدث في الخلفية تؤثر بشكل عام على الأداء وتؤثر بشكل عام على غرفة الملابس أو غرفة اللبس، أوضة اللبس. وأرى من وجهة نظري أن توماس توخيل لا يمتلك أو ليس لديه الأدوات التي تساعده في خلق أجواء تمكن اللاعبين من التنافسية أو وجود الكيمياء ما بينهم، وللأسف هذا هو عامل أساسي من وجهة نظري أثر بشكل كبير جدا على الإخفاق الذي رأيناه للفريق البافاري هذا العام. الاتفاق اللي تم ما بين إدارة بايرن ميونخ وما بين توماس توخيل على رحيله في نهاية الموسم والإعلان عنه مبكرا، والفريق كان بيمتلك في التوقيت ده حظوظه في المنافسة على لقب دوري الأبطال، هل تعتقد أنه أضر بالفريق أو أنه قرار توقيت الإعلان عنه في حد ذاته خطأ وأثر على مشوار الفريق في بطولة أوروبا؟ Ich habe die Frage akustisch wirklich schlecht verstanden. Ich habe irgendwas von Uli Hoeneß gehört.
توماس توخيل ist aus meiner Sicht in München nie richtig angekommen und hat من وجهة نظري أن أولي هانس وهو واحد من الأساطير والمسؤولين في الإدارة في إدارة الفريق البافاري وإدارة النادي هو لعب دور كبير جدا في إحضار توماس توخيل للفريق ولتولي المهمة خلفا لناجلسمان وأنا أعتقد أن هذا القرار كان له دور كبير لأن فعلا كما ذكرت أن ناجلسمان ظهر بشكل رائع جدا وفي منتصف السيزون أو في بداية السيزون بعد نتائج هائلة تم طبعا الاستغناء عنه. بعد خروج البايرن من بطولة أوروبا يمكن كثير من الانتقادات وجهت طبعا لمنظومة التحكيم في مباراة العودة في مدريد في سانتياغو برنابيو ويمكن كان في حالة غضب كبيرة جدا من الهدف الذي لم يحتسب لصالح بايرن ميونخ في المباراة واللي كان يؤدي بالنتيجة لنتيجة التعادل 2-2 وكتير اتهموا التحكيم بشكل واضح ومباشر انه تدخل في نتيجة المباراة او انه اخطائه كانت مؤثرة على نتيجة اللقاء. ردود الافعال شفتوا الموضوع ازاي في المانيا وايه كانت ردود الافعال بشكل عام على خروج البايرن في المباراة دي او في مواجهة الريال؟ Also ich höre das, was jemand sagt, aber ich kann die Frage nicht akustisch verstehen. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال ويمكن انتوا عارفين طبعا انه رغم انه الدوري الالماني السنه دي فيه كتير من المفاجات ابرزهم طبعا مش فكره خساره البايرن للقب يعني انت بتتكلم على ودي طبعا معضله عند الفرق الكبيره فريق البايرن يمكن مسيطر على بطوله البوندسليغا بقاله يمكن 8 او 9 مواسم يعني 8 او 9 مواسم متتاليه هو اللي بيحقق اللقب ويمكن السنه اللي فاتت حقق اللقب في المباراه الاخيره النسخه او الجوله الاخيره من بطوله الدوري الالماني كان الاقرب لللقب هو بروسيا دورتموند لكن قدر بايرن يخطف اللقب وفي كتير من الاراء شافت انه يعني فوز غير مستحق بلقب البطوله ما قدمش ما يتناسب مع تتويجه باللقب ورغم كده هو الفريق الاول او البطل الاوحد لمسابقه الدوري الالماني لكن كونه في المركز الثالث السنه دي مش هذه المفاجاه المفاجاه بالنسبه لي هي باير ليفركوزن اللي جاء من بعيد لم يتوقع احد انه تشابي الونسو عنده القدره انه يعمل عملية التحول وكتير من الناس شايفة أن الموسم ده على الرغم طبعا من نجاح بيب جوارديولا وأنه بيب جوارديولا مدرسة في حد ذاته لكن كتير من الناس مرشحة تشابي ألونسو السنة دي أنه يكون أفضل مدرب على مستوى الأندية بعد تجربته مع باير ليفركوزن اللي قدر يعيده من الموت فريق كان بيعاني بشكل كبير جدا مش أساسا مش في أهدافه أنه يدخل ضمن الأربعة الكبار أو أنه ينافس على مقعد في المسابقات الأوروبية لكن انه يعمل ينجح تشابي الونسو مع باير ليفركوزن انه يقدم اداء والنتائج ويعمل نقله نوعيه في خلال الموسم لا بكلمك على فتره اعداد ولا بكلمك على صفقات ولا بكلمك على ميركاتو ده جه الراجل يعني في قلب النار دخل اشتغل عمل تحول غير طبيعي غير مسبوق قدر ياخد بيه باير ليفركوزن للتتويج فيمكن دي تكون المفاجاه الاكبر واحنا بنتكلم على الكره الالمانيه لازم تحط في اعتبارك كالاتي ايضا انت بتتكلم في واحد من الدوريات اللي ما فيهاش منافسة يعني بمستوى قوي ما تقدرش تقول انه مثلا زي الدوري الانجليزي كل سنة عندك ثلاث او اربع فرق بيتنافسوا على اللقب يمكن مع طول المشوار بيوصلوا لاثنين او ثلاثة في النهاية لكن ما حدش في بداية الموسم ممكن يتوقع انه مين الاقرب لللقب حتى رغم انه السيتي قدر يحسم الرقم الرابع على التوالي طبعا ودي هيكون لينا معاها وقفة الدوري الاسباني برضه نفس الحكايه بتظل المنافسه قائمه بين على الاقل ثلاث فرق ممكن يدخل معاهم جيرونا مثلا بكلمك على البايرن بكلمك على الريال بكلمك على بارسا بكلمك على اتلتيكو مدريد وممكن يدخل مثلا فريق رابع زي فالنسيا او سيبيا او طيب توماس شرانس رجع لنا مره ثانيه وكان سؤالي الحقيقه على تعليقك او ردود الافعال في المانيا على فكره زي ما وصفت بعض التقارير بفعل فاعل خروجه امام ريال مدريد كان بفعل فاعل وانه التحكيم اثر بشكل مباشر ازاي استقبلتوا القصه دي وكانت ايه ردود الافعال في المانيا على خروج باير ميونشن من دوري الابطال
طيب معلش يعني في مشاكل تقنيه فهنحاول نتواصل معاه مره ثانيه. هرجع ثاني برضو للمنافسه، فزي ما كنت بقول لك الدوري الانجليزي منافسه قويه جدا، الدوري الاسباني منافسه قويه جدا، الدوري الايطالي عندك الميلان والانتر واليوفي، اليوفي بعيد شويه لكن كان برضو فتره من فترات موجود بقوه، عندك نابولي دخل بشكل كبير، فالمنافسه دايما مشتعله. لكن الدوري الالماني ما تقدرش تقول المنافسه قويه قوي، ورغم كده بتتكلم على فرقتين من الدوري الالماني نجحوا ان هم يوصلوا للمربع الذهبي او للدور قبل النهائي في بطوله دوري الابطال، بل انه منهم وصيف البطوله وصيف البوندس ليجا اوريدي في مباراه النهائي امام ريال مدريد. طبعا الكفه لما تسالني انت بتتكلم على مباراه من او نهائي من جوله واحده، قصه في اوروبا طبعا انتوا عارفين بيبقى متحدد الملعب بس باصول وبلوائح وبوضوح وبنزاهه وشفافيه، الملعب بيتحدد النهائي او ملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه بصرف النظر عن مين هيصعد للمباراه النهائيه بيبقى من قبل البطوله، يعني لما نيجي نبدا البطوله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بنقول انه الفاينل ده هيتلعب في ويمبلي زي ما هو هيحصل السنه دي، ميعادنا ان شاء الله يوم 1 يونيو. 1 يونيو هو نهائي دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد وبين بروسيا دورتموند. فانت بتتكلم هنا على مباراه من جوله واحده مش ذهاب وعوده زي ما رجعنا عندنا هنا في افريقيا اللي هي فرص كل فريق قائمه 50-50. مباراة الجولة واحدة ما فيهاش توقعات، مباراة الجولة الواحدة بتلعب على الأخطاء، مباراة الجولة الواحدة طيب خلينا ناخده على التليفون على الأقل نكمل كلامنا معاه لأنه واضح إن في مشكلة في الفيديو كونفرنس. توماس برحب بيه مرة تانية وكان سؤالي هكرره يعني سريعا جدا، ردود الأفعال على خروج بايرن ميونخ من دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وخصوصا إن في ناس اتهمت حكم أو طاقم التحكيم وحكم الفار حكم الساحه وحكم الفار بان هم كانوا سبب مباشر في خروج البايرن وعدم تاهله للمباراه النهائيه. نعم بكل تاكيد الجمهور الالماني وجمهور الفريق البافاري كان غاضبا جدا وحمل المسؤوليه بكل تاكيد على الحكم. وكلهم أجمعوا وحتى المسؤولين هنا والمحللين عندنا في ألمانيا أجمعت أن الهدف هدف صحيح وكان على الحكم عدم إلغاء وعدم إطلاق الصافرة قبل أن تتم اللعبة أو الانتهاء من اللعبة، ولكن قام الحكم طبعا بالصفارة قبل طبعا رؤية المشهد أو رؤية الحالة، وكان عليه أن يصبر ويتأنى ويرى الحالة ثم يحكم، ولكنه تسرع وهذا أغضب الجمهور الألماني بكل تأكيد هنا في ألمانيا. مين تتمنى يتولى مسؤولية تدريب بايرن ميونخ في الموسم القادم أو الموسم المقبل؟ نعم نمتلك مدربين كثيرين وأعتقد هناك أفكار كثيرة، مورينيو على سبيل المثال واحد من الأسماء المطروحة ويتحدث عنه الإعلام هنا في ألمانيا، وأنا أقول بكل ثقة أن أيضا مدرب بنفيكا الحالي هو واحد من المدربين الواعدين، وأنا شخصيا أرشحه لتدريب الفريق البافاري، وأعتقد أن الإدارة والفريق المتخصص في إدارة الفريق فريق بايرن ميونخ يعملون بجدية على تحليل الموقف وتحليل كل المدربين لاختيار المدرب الأنسب، وهناك فعلا حديث تم بالفعل ما بين الإدارة ما بين بعض المدربين، ولكن الأسماء كما ذكرت هم هؤلاء الأسماء الذين تم ذكرهم على الساحة في الوقت الحالي. هل كان في فتح القنوات التواصل بأي شكل من الأشكال أو حتى خلينا نسميها استطلاع رأي ليورجن كلوب اللي أعلن طبعا مغادرته أن الموسم ده هيكون الأخير لي مع ليفربول؟ وهل من وجهة نظرك يورجن كلوب يصلح لقيادة بايرن ميونخ في البونز ليجا أو في المسابقات المختلفة؟ كان في شهر فبراير الماضي تم الحديث والتواصل مع توماس توخيل وعقد اجتماع مع الإدارة وتم إبلاغه بأن هذا الموسم قد يكون هذا الموسم هو الموسم الأخير، وكان هناك أمل كبير أن يتم تحسن في النتائج
was der Verein dann abgelehnt haben soll. ولكن بعض الأعضاء من الإدارة رفضوا هذا القرار وكان فيه انقسام، في هناك انقسام، هناك من كان يرحب بأن توماس توخيل يكمل الموسم للنهاية أو مواسم أخرى ويبني مع الفريق مشروع، ولكن معظم الآراء كانت في اتجاه طبعا الاستغناء عن توماس توخيل. ترددت أسماء زي هانس فليك طبعا المدير الفني السابق ل بايرن ميونخ، وتردد ايضا اسم يورجن كلوب انه كان في محاولات للتواصل معاه بعد ما تم الاعلان من فتره مش قليله عن قراره بانه الموسم ده هيكون الاخير في الانفيلد مع ليفربول. ليه هانس فليك قيل ايضا او تسربت معلومات انه هانس فليك رفض العوده لتدريب بايرن ميونخ، وانه يورجن كلوب يعني كان واخد قرار انه ما يمرنش لمده فتره، يعني استراحه محارب زي ما بنسميها كده، ما يرجعش للتدريب الموسم اللي جاي. نعم بالفعل كان هناك حديث وكانت هناك أخبار وتسريبات كثيرة جدا بأن هانز فليك سوف يعود لتدريب الفريق البافاري بايرن ميونخ، ونعلم تماما أن هانز فليك كان له دور كبير جدا في تدريب بايرن ميونخ وحقق معهم إنجازات كبيرة ودرب طبعا المنتخب الألماني، وكان ومن وجهة نظر هو من أقوى المرشحين. وأنا أعتقد أن هانز فليك هو واحد من الأسماء الذين قد أو يستطيعوا إنقاذ الموقف الحالي، وعودته قد تكون عودة كبيرة للفريق البافاري على المسار الصحيح مرة أخرى، ده وهذا من وجهة نظري. ولكن وجود الآن ناجلسمان مع المنتخب الألماني هو أمر هام جدا للكرة الألمانية، يعني نبحث عن الاستقرار للفريق بايرن ميونخ وأيضا الاستقرار لمنتخب ألمانيا، ولكن أنا أعتقد أن هانز فليك قرر في النهاية أن يعني يأخذ بعض من الراحة وعدم تدريب أي فريق في الوقت الحالي، ده من وجهة نظري. شابي ألونسو نجم لفت أنظار العالم كلها وقدم موسم أكتر من رائع مع باير ليفركوزن وقدر يحقق مع لقب الدوري، اسمه لم يكن مطروحا في أي مناسبة لتولي إدارة بايرن ميونخ؟ نعم هناك مدربين كثيرين ويعتبر من وجهة نظري هم من المدربين الأكفاء والتوب في العالم في الوقت الحالي، ولكن تشابي ألونسو أعتقد لديه خطة أخرى، لديه أفكار أخرى، أنه يريد أن يكمل الحقبة مع ليفركوزن لتحقيق أرقام قياسية أخرى، وخاصة بوجود ليفركوزن في الشامبيونز ليج الأوروبي للموسم القادم، فهذا طموح وتحدي جديد. أنا وهذا من وجهة نظري السبب من أهم الأسباب أن يكمل تشابي ألونسو تدريبه مع باير ليفركوزن لعام آخر، وسنرى. أنا أعتقد هو يمتلك خطة قوية، وأعتقد قد تطول هذه المدة، وأعتقد من وجهة نظري أن بعد 3 سنين من الآن قد يكون تشابي ألونسو هو مدرب لريال مدريد. طيب نروح من نسخه دوري ابطال الموسم اللي جاي للنسخه الحاليه، ازاي بتشوف المواجهه طبعا المنتظره في نهايه تشامبيونز ليج في بدايه شهر يونيو القادم ما بين ريال مدريد وما بين بروسيا دورتموند، مع الاخذ في الاعتبار الحقيقه انه الريال في الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي اقصى فرقتين من اكبر فرق اوروبا، قدر يتغلب على السيتي ثم من بعدها قدر يتغلب على بايرن ميونخ، هل بتشوف ان المواجهه محسومة أو أنه كفة الريال أتقل أو أنه أقرب لللقب من بروسيا دورتموند، ولا بما أنه اللقاء أو النهائي هيقام من جولة واحدة في ويمبلي ففرصة الفرقتين متساوية؟ ما
mein Favorit ist ganz klar Real Madrid. من وجهة نظري المرشح الأقوى هو ريال مدريد. Manchester City ausgeschaltet. نعم أخرج مان سيتي وهذا دليل كبير على قوة الريال ونعلم الريال ونعلم قوته وشخصيته طبعا المعروفة وخبراته الكثيرة في الشامبيونز ليج أوروبا بالتالي له الحظوظ الأوفر والأكبر من وجهة نظري مقارنة ببروسيا دورتموند. وكما ذكرت حضرتك نعم نتكلم على مباراة من جولة واحدة مباراة واحدة حاسمة بالتالي قد هناك قد يحدث مفاجآت وعلينا أن ننظر طبعا أن بروسيا دورتموند فريق أيضا فريق قوي تمكن من الوصول للنهائي و طبعا بكل تأكيد كان هناك مواجهات سابقة أثناء البطولة وقام بروسيا دورتموند بإخراج فرق أيضا كبيرة ومهمة وأعتقد من وجهة نظري قد يحدث مفاجآت في الفاينل القادم بكل تأكيد. عايز أروح معاك لتجربتك أنت يعني مشوارك مع الكرة الألمانية طويل جدا مع واحد من أعرق الأندية سواء كلاعب مع بايرن ميونخ أو كمدير رياضي سابق طبعا لنادي فولفسبورغ النادي اللي شهد بدايه مشوار عمر مرموش نجم ومهاجم منتخب مصر الدولي. خليني اسالك الاول شايف بدايه عمر مرموش ازاي وازاي قدر ان هو يتطور مستواه سواء في فترات الاعاره او حتى مع انتقاله لاينتراخت فرانكفورت وشايف امكانيات عمر تسمح له انه يعني ينتقل لفريق اكبر في الدوري الالماني ولا ممكن يكون عنده فرصه كمان في الانتقال لدوريات اخرى؟ عمر مرموش فعلا لاعب طور نفسه بشكل كبير حتى مع وجوده مع فولفسبورغ في البداية لفت الأنظار في ألمانيا وفي البوندسليغا وأنا أتصور أنه سوف يكون له دور كبير جدا ومكانة في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي في الأعوام المقبلة فعلا هو لاعب يمتلك قدرات أيضا خاصة وقدرات رائعة تمكنه من اللعب لأفضل الأندية في العالم وأتصور أنه سوف يلحق بالبريمير ليج وسنرى ذلك وفعلا نعم أقرر أن عمر مرموش لاعب متطور لاعب يبحث دائما على تطور نفسه وأعتقد هناك كلام وحديث عن التحاقه بليفربول وقد يكون له مكانة في ليفربول في الأعوام القادمة. أختم معك حواري وأسئلتي بسؤال عن استعدادات ألمانيا لاستضافة اليورو وإزاي بتشوف البطولة اللي هتستضيفها ألمانيا على أرضها عندها القدرة على الفوز والتتويج باللقب بعد غياب يمكن طويل شوية نسبيا على الكرة الألمانية في على منصات التتويج. نعم دعني أشرح وبكل أمانة نحن لسنا الفريق أو المنتخب المرشح للفوز باليورو هذا العام أو هذه النسخة نعم أظهرنا بأداء سيء جدا ونتائج سيئة جدا في الأعوام الماضية وخاصة في كأس العالم في قطر وكان هناك إخفاقات كبيرة للكرة الألمانية والمنتخب الألماني بالأخص في المسابقات الكبيرة في الآخر في الأعوام الأخيرة هناك مباريات ودية حدثت وهناك يعني نقدر نقول بعض التطورات في الأداء في أداء المنتخب الألماني وقد تكون هناك بداية جيدة مع ناجلسمان اختيار عناصر قد تكون مناسبة في الوقت الحالي لطبعا تمثيل المنتخب الألماني في طبعا كأس أوروبا لهذا الموسم هذه النسخة أتصور أننا سننافس نعم سنكون خصم قوي في البطولة ولسنا مرشحين لأن منتخب إنجلترا ومنتخب فرنسا ومنتخبات أخرى هم من وجهة نظري الأفضل في هذه كانت نفس الأسماء مرشحة وكانت إيطاليا بعيدة عن الترشيح وفازت أعتقد بآخر نسخة من اليورو بشكرك طبعا شكرا جزيلا توماس شترانس نجم بايرن ميونخ ونجم منتخب ألمانيا السابق وكل التوفيق لألمانيا في استضافتها البطولة أعتقد ألمانيا لما تنظم بطولة هتكون بالتأكيد على أعلى مستوى وأعتقد أنها واحدة من أقوى البطولات اللي بينتظرها عشاق كرة القدم منتخبات قوية جدا بتشارك فيها أسبانيا كأس عالم مصغرة يعني أسبانيا إنجلترا فرنسا ألمانيا هولندا وحتى بلجيكا النهاردة بقى واحد من المنتخبات القوية جدا
يروح هازارد ويجي من وراه دي بروين ويجي من بعده دوكو وغيرهم من النجوم الكبار جدا. بلجيكا الحقيقه اللي قدرت تعمل نقله نوعيه. على كل الاحوال نفتح مع حضراتكم ملف الاهلي بقى وحوارنا النهارده مع الكابتن الكبير فتحي نصير، هيكون ضيفنا في السادسه. كل التفاصيل معانا بعد الفاصل. خليني في البداية أتفق معاكم إنه الشغل الشاغل لجماهير نادي الأهلي ما بتفكرش في أي حاجة غير مباراة السبت اللي جاي وسيناريو مواجهة الترجي. وخليني برضو أقول لك إنه الأهلي بقيمته وبتاريخه وبجهازه الفني وبعناصره على أرضه ووسط جمهوره صعب. الفرصة موجودة وبقوة الحقيقة، الأهم هو كيفية استغلال الفرصة دي وتحقيق النجمة رقم 12، وده بالتأكيد الموضوع الأساسي والحاضر معايا. بس أنا ليا قبل ما أدخل في أو قبل ما أفتح ملف الترجي ليا ملاحظة امبارح على مواجهة السيتي وويست هام ومواجهة الأرسنال مع إيفرتون في الدوري في المحطة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. مش بقارن الحقيقة، لكن قد إيه يعني عايز أقول بس إنه قد إيه البطولة بتكون ممتعة لما بيكون فيها منافسة على مستوى قوي اكتر من فريق، وان المنافسه دي تستمر حتى نهايه اللحظات الاخيره حتى نهايه المشوار. قد ايه البطوله نفسها بتكون قويه، وقد ايه انه البطل المتوج وجماهيره من خلفه بيشعروا بحلاوه البطوله، على عكس تماما لما تكون البطوله ميته اكلينيكيه، بطوله خاليه من المنافسه، بطوله ضعيفه ما فيهاش مستويات متقاربه، بطوله المنافسه فيها في القاع اقوى بكتير جدا من المنافسه فيها في القمه، بطوله فقدت كتير او جزء كبير جدا من طعم وحلاوه الفوز والانتصار بيها. اتمنى والحقيقه وانا ببارك للزمالك اتمنى انه يرجع كمان على المستوى المحلي عشان ينافس ويرجع المنافسه مره تانية بين الاهلي والزمالك وغيره والاسماعيلي والاتحاد والمصري وبيراميدز كمان. ده في مصلحتنا في الاول والاخر ويصب بالتاكيد في مصلحه النادي الاهلي. خليني ارحب بالكابتن الكبير فتحي نصير ضيفنا النهارده في السادسه، وده اللي هبدا بيه معاه الحقيقه. كابتن فتحي مساء الخير. مساء الخير يا كابتن احمد. كنت ببارك للزمالك في بدايه الحلقه على التتويج طبعا ببطوله الكونفدراليه، وبنتمنى ان شاء الله انه الاهلي يكرر الانجاز للمره رقم 12 يوم السبت اللي جاي ويبقى طرفين السوبر مصري. حاجه تفرح ولا اكيد؟ لا يعني برضو لو تسمح لي ان انا لازم نهنئ نادي الزمالك، نهنئ مجلس ادارته، نهنئ اللاعبين، نهنئ الجهاز الفني، نهنئ جمهور نادي الزمالك بانه فريقه الحمد لله شرفت مصر. ما تقولش انها شرفت نادي الزمالك، شرفت مصر وحصلت على كاس الكونفدراليه يعني بقوه وماتش كان عصيب، لكن الحمد لله ان ربنا وفقنا وفزنا بهذه البطوله. هل شايف حاجتين الحقيقه يهموني في الفتره اللي جايه؟ وصول فرقتين مبدئيا لنهائي البطولات القاريه، الزمالك في الكونفدراليه والاهلي في دوري الابطال، هل شايف انه ده يساعد كابتن حسام يحل شويه من مشاكل منتخب مصر في الفتره الاخيره فيما هو قادم، خصوصا طبعا الاقرب كاس العالم هو الاصعب يمكن يكون بطوله امم افريقيا اللي في المغرب، لكن الاقرب هو مشوار كاس العالم. هو معنويا يساعده يعني معنويا نقدر نقول ان حسام ابراهيم في هذه المرحله ما كانوش محظوظين، لان معظم اللاعبين مش في مستواهم اللي مفروض بيدوا بيه. لكن صعود الفرقتين للنهائي وفوز الزمالك وان شاء الله الاهلي الاسبوع الجاي ان شاء الله السبت، دي بتدي له معنويا ونفسيا قوه وبتدي له سلاح له، بتجبر كل الفرق اللي هي هتلعبه ان لا ده بطل الدوري وبطل بطوله الابطال ودوري الابطال والكونفدراليه من هذه البلد وده منتخب من هذه البلد، فدي هتساعد في معنويات الفريق. حاسس شويه انه البدايه بتاعه كابتن حسام كمدير فني للمنتخب بدايه متوتره، يعني يمكن حجم المشاكل رغم ان احنا لسه يعني لسه بنقول يا هادي، لكن حجم المشاكل كابتن فتحي والكلام اللي بيخرج عن جهاز فني وتصريحات والكلام بيخرج على لعيبه كبار حقيقه يعني حاله بشوفها لاول مره بتحصل في منتخب مصر. لا انا بقول غير محظوظ، غير محظوظ. هو غير محظوظ، اما كمدرب لا غبار عليه، ما تقدرش تقول لو يرجع التاريخ تاني ويقول طب عايزين نحط مين مدرب، هو حسام ابراهيم. يعني دولت اصلح مدير فني يتولى مسؤولية منتخب مصر في المرحلة الحالية، بس بشرط تكاتف كل الأطراف، أندية، اتحاد، إعلام. هو مفيش شك إن كل الأطراف مهمة، لكن خلينا نتكلم على مستوى العلاقة بين كابتن حسام وإبراهيم وبين لاعيبة المنتخب.
او القوام الاساسي للمنتخب، او خليني اقولها وبين نجوم المنتخب، هل احس ان فيها توتر لما نسمع عن تصريحات انه في لعيبه مش هتلعب وفي لعيبه عندها اعذار، مين هيعمل عمليه ومين هيروح يحج ومين، هل الحاله دي بالنسبه لك يعني ليها ترجمه؟ لا ليها تفسير؟ لا لا لا، لا هو مش طرف فيها، هو مش طرف فيها طبعا، حسام ابراهيم مش طرف. هو ممكن لو اي مدرب تاني غير حسام ابراهيم كانت هذه الاحداث الخفيفه هتحصل، بس احنا دلوقتي بنحاول نكبرها ونكبر كره التلج شويه على حسام ابراهيم لاغراض لناس تانية. لكن لو بصينا كمصر، انا ابن مصر وهم اولاد مصر، هم قادرين على انهم يقودوا منتخب مصر. قلت لي من شويه انه لعيبه مش في اعلى مستوياتها. اللعيبه كلها مش في اعلى مستوياتها، اللعيبه على مستوى مصر كلها، مش بقول على مستوى مثل لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه. طبعا شكل الدوري اللي معمول والماتشات المتراكمه والماتشات المتتاليه دي بتجهد اللعيبه، دي ما بتديش فرصه للمدرب يصلح اخطاء لعيبته، لان بعد يومين هلعب ماتش، بعد يومين، اذا اخطاء اللاعب لا يمكن انها تتصلح لانه ما عندوش وقت يصلحها. بعد كده بيجي حسام ابراهيم ياخده هؤلاء اللاعبين، طب ما هؤلاء اللاعبين عندهم اخطاء، المفروض هو مش هيصلحهم، بقى هيقعد يصلحهم في الثلاث اربع ايام اللي ياخدهم، المفروض ياخدهم جاهزين. ومدرب النادي ما عندوش وقت انه يصلح، ده عنده ماتش بعد يعني يومين بعد كل مباراه، يوم راحه استرخاء وبيعمل ريكفري ويوم بيحضر الماتش اللي بعديه، طب فين اصلاح الاخطاء؟ ده احنا بنتكلم، انت الوقت اللي بتكلمني فيه ده كابتن فتحي، الدوري الانجليزي خلص، الدوري الالماني خلص، الدوري الاسباني خلص، الدوري الموزمبيقي خلص، كل الدوريات خلصت. يعني واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، المشوار يبدا لسه بعد ان شاء الله التوقف الدوري اللي جاي. لسه عندنا مشاكل كتير، وضغط هذه المباريات بيؤثر على مستوى اللعيبه البدني، المهاري، النفسي، الاصابات، كل الحاجات دي نتيجه ضغط المباريات. ما تسالنيش بقى، انا ما بتهمش اي حد، لا الرابطه ولا اي حد من المسؤولين اللي هم لجنه المسابقات او كده، هم اللي ده اللي قدامهم، فاحنا ظروفنا اتحطينا في هذا المكان، بس انا بشخص ليه اللعيبه مستواها قليل، ليه اللعيبه مستواها ما بيرتفعش ويتطور ويتقدم، لان عشان انت تتطور وتتقدم عندك اخطاء اصلحها لك، بعد ما اصلحها لك اكيد هتزيد فمستواك هيرتفع. لكن انا ما عنديش وقت ان انا اديك الدواء عشان ان انت تتصلح في الحته دي، هتفضل الموضوع ده زي ما هو، مش بايدينا. عندك شك في قدره حسام على قياده منتخب مصر انه يتاهل لكاس العالم؟ لا لا، ما فيش اي شك. طيب ايه اللي مطلوب منه في كاس العالم؟ يعني انت بتتكلم على كاس العالم كمان سنه، احنا مش عاوزين ننط. لا انا ما اقصدش، انا ما اقصدش بالباراشوت ان احنا نروح كاس عالم، لانه لا، هو طبيعي جدا انا لو بخطط لكاس عالم النهارده ابقى باني منتخب هيروح يعمل حاجه في كاس العالم. بالزبط. ولا التاهل في حد ذاته لا هدف؟ لا هو طب التاهل ده جزء، ما هو ده اول خطوه. يعني بدايه كاس العالم انك تتاهل له. يعني انت بتنصح كابتن حسام يران على الحرس القديم عشان يضمن التاهل، ولا يفكر من دلوقتي؟ لا لا، بص هي العمليه برضو يبذلها، احنا دلوقتي هنروح في سنه 26. مظبوط. طيب لو لعيب دلوقتي في المرحله اللي انا فيها كبير وهيكسبني هذه المباراه، بس المهم تامنني ان انا بصعد، وبعد كده اغير شويه شويه في الفرقه اللي قدامي، لان مش ممكن لو لعيب عنده احنا امم افريقيا اللي فاتت يا كابتن فتحي متوسط اعمار فرقتنا، متوسط اعمار في كل منتخب، ما انا هقول لحضرتك متوسط اعمارنا في اخر بطوله في كاس امم افريقيا 28 سنة و6 اشهر، 28 سنة. أيوه. تقول لي طب اللي كسبوا كأس افريقيا مين اللي كسبها؟ عندنا كوت ديفوار وكانت بتلعب الكاميرون النهائي. متوسط اعمارهم كام؟ 26 سنة ونص. كوت ديفوار ونيجيريا على ما اتذكر، ولا اعتقد كوت ديفوار ونيجيريا. ونيجيريا 26 سنة ونص متوسط اعمارهم. لكن مصر 28 سنة. سنتين كتيرة. وطبعا ممكن لو نبص على مستوى كاس العالم، جميع بطولات الفرق اللي كسبت كاس العالم 80% من الفرق متوسط اعمارها من 26 27 سنة.
يمكن فرقه واحده بس ايطاليا لما خدت كاس العالم كانت هي دي اكبر فرقه متوسط اعمار. متوسط اعمار بقيت متوسط الاعمار البرازيل المانيا كل الفرق فرنسا كل الفرق دي ما بين 26 ل 27 سنه ونص لكن مش 28 سنه ونص. صحيح. فوز الزمالك بالكونفدراليه دخله شويه في المنافسه في الدوري؟ يعني تحس انه الزمالك ممكن يسترجع مره ثانيه؟ لا الزمالك رغم انه حسابيا بعيد شويه لكن لا 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 مفيش بعيد. مفيش بعيد. الزمالك هو الزمالك ولا زال والزمالك هو قطب احد اقطاب كره القدم المصريه القويه مع احترامي لبقيه الانديه غير اهلي وزمالك. يعني شايف انه المنافسه بين الموسم ده على لقب اهلي وزمالك رغم انه بيراميدز الحقيقه برضه عامل موسم استثنائي برضه دولت عندهم مباريات متاخرين فيها يعني اول ما تقرب المسافات تقدر ممكن هنقدر نحدد ايه لكن اقدر اقول الزمالك خلاص اتفتحت شهيته واعداده وجمهوره وادارته فهيمشوا في الطريق هم ما عندهمش حاجه دلوقتي غير الدوري واذا كان في ماتشات كاس كده وبتاع لكن هو الدوري اللي هيركزوا فيه. صحيح. طيب خليني اروح معاك للاهلي والترجي وبدايه اسمع تقييمك على المواجهه الاولى اللي حصلت في رادس نتيجه 0-0 بتشوفها ازاي؟ تشوف اداء الاهلي ومواجهته للترجي؟ هي هذه المباراه مباراه خططيه من الدرجه الاولى. تكتيك فيها والاثنين مدربين اشتغلوا بدماغهم في الملعب. ما اشتغلوش انهم فرقه عايزه تكسب والفرقه انا بلعب في ملعبي وان انا لازم اروح لازم اكسب اللي في ملعبي وكده. كل خطوه لعب في الملعب وكل اداء وكل تغييره وكل تشكيل كانت بتتحسب بالورقه والقلم. ان هو الاثنين مدربين يعني تقول مش النادي الاهلي. طب هو الثاني مثلا انا ثاني يوم الماتش كابتن فتحي قلت ان الاثنين مدربين سواء كاردوزو او كولر الاثنين رفضوا المغامره يعني. ايوه الاثنين لا 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 ما لعبوا على كل حاجه محسوبه. يعني انا اقول لك ايه انا مثلا كنادي اهلي مش عايز يخش فيها اجوال مش عايز اخسر عايز اعدي المباراه كده. هم في مدرب الترجي مش عايز النادي الاهلي يسجل هدف لان هيسجل هيتعبوا فيقول لك ان انا حافظ ان ما يخشش في اهداف. فاصبحت زي حلقه الملاكمه مع بعض او زي الشطرنج بيلعبوا بعض زي الشطرنج في المباراه لغايه ما كملت المباراه للاخر. ناس كتير كانت بتقول لا ده احنا كنا نكسب. ايوه كنت بتقول الكلام بعد الماتش ما خلص لكن حساب المباراه في وقتها كل لعبه وكل تغييره وكل تمريره وكل ترقيصه وكل تسديده لها حساب تخليك قدام او تاخرك ترجع انت مثلا خسران واحد ولا اتنين وتقول ما انا هعوض وكده. فاصبحت الحسبه كده. احنا ما حسيتش وانت بتتفرج على الماتش يا كابتن فتحي ما حسيتش انه في لحظه من اللحظات انه الجيم ده يستحق المغامره؟ ما حسيتش انه الوقت ده مناسب لا ان انا اغير من التكتيك بتاعي؟ لا ما يعني هم لعبوها صح وما لعبوش قمار. لو انت هتتقامر ممكن تعملها. أيوة. يعني واحد يعني علاوي على اعداء خلاص روح وكده لا. لكن كان في حاجات ممكن تحل لنا المشكله. أيوة. تحل لنا المغامره مش ان انا غير التكتيك من اللعيبه نفسها. لو وجدت اللعيبه اللي قادرين هم كمان ما عملوهاش الحل المشكله اللي احنا كنا فيها دي بتاع الماتش ده. أيوة. انا كنت بقول اللي هيجيب جول لازم يسدد. كره من لعب جماعي ووصول للمرمى وكده صعب مع فرقه بتلعبك تكتيك. تكتيك يعني مخططالك وقفالك وعارفه تقفل وكده. الحاجه الوحيده اللي ما يقدروش يقفلوها وما يقدروش عليها ان لعيب مثلا كان امام شوط شوطه شوطين ان يعني حتى الشوطه الواحده اللي مشيت وبتاع الشحات الواحده اللي مشيت ها جنب القايم. لا احنا لو ثلاثة اربعه هي دي اجوال هم نفس الحكايه. يعني هو ده حل المشاكل الفرق مش المتكتله. هم ما كانوش متكتلين بالطريقه اللي احنا بنشوفها. صحيح. ولا احنا كنا متكتلين. احنا بنلعب كوره ملتزمه في التزام دفاعي، التزام للواجبات الدفاعيه بتاعت كل لاعب عارف دوره ايه لما يكون معاه الكوره ولما الكوره مع الخصم احنا هنتحرك ازاي؟ احنا من راس الحربه بندافع مش بندافع يعني عليه واجب. يعني لو نشوف واجباته الدفاعيه يمكن اكتر من الهجوميه او المطلوب منه دفاعيا ما هو هو يعني هل نجح في نجح ده كان بيجري جري يعني ما نقدرش نقول يعني اقول ايه لو جات له الفرصه
بتجيله بقى فلتات ان في كره عايزه التوفيق يلعبها ويجري او الحاجات دي كده، فما حصلتش لا هنا ولا هنا. طب خليني اسالك عموما، تقييمك للترجي ايه؟ يعني انت شفت فرقه الترجي 90 دقيقه على ملعبها وفي وسط جمهورها، المفروض انها هتظهر في مباراه نهائي، هي المباراه الاهم بالنسبه لهم، مش على مدار الموسم ده، على مدار الاربع خمس مواسم الاخيره كلها ما كانش عندهم مباراه اهم ولا اتقل من دي. فما اكون على ارضي وسط جمهوري حتى لو بقابل الاهلي، مفترض ان انا اقدم افضل ما عندي فنيا بدنيا مهاريا تكتيكيا، لان لو ما قدرتش اعمل ده في رادس هو اكيد مش هقدر اعمله في القاهره. لا ما هو الضغط الجماهيري كان هناك وهنا. يعني الضغط الجماهيري عليهم هناك كان بيشجعهم ما هو بس يعتبر ضغط عليهم مش بالطريقه الايجابيه، كان بالطريقه السلبيه انهم مضغوطين منهم. وهم هنا المباراه ما لهاش فيصل، فرقتين اللي هيسجل هدف هو اللي هيكسب، اللي هيجيب جول لازم يكسب. هيشوفوا طريقه ايه اللي يبداوا بيه ان هم ما يخسرش. انا لو بشجع الترجي يا كابتن فتحي، انا لو مشجع الترجي وتعادلت على ارضي 0-0 وجاي القاهره لاعب الاهلي، طبيعي جدا انا بحطت ايدي على قلبي وببقى شايف ان فرصي في اللقاء لا تتجاوز ال 20 او 30% لو ربنا كرمني. يعني هم بس كرة القدم ما بتقولش كده، والنهائيات ما بتقولش كده، والمباريات البطولات ما بتقولش الكلام ده. طب ما تيجي استعرض معاك مشوار الاهلي في اخر، احنا بنتكلم على، خلينا نتكلم في سلسله اللا هزيمه، مارسيل كولر كسر رقم مانويل جوزيه، وصل اعتقد للمباراه رقم 21 في البطولات الافريقيه، بطوله دوري الابطال ولا هزيمه. تعال نشوف الماتشات الصعبه اللي خاضها مارسيل كولر على ارضه من حيث القوه والمستوى. يعني لو قلت مثلا انه ماتش الهلال السوداني كان جاي في ظروف دقيقة جدا وكان ماتش حساس جدا قدر الأهلي يكسب 3. لو كلمت على ماتش الوداد اللي هو فاينل أفريقيا، والوداد الحقيقة كان في آخر موسمين 3 من أقوى فرق القارة، قدر يكسب 2-1. لما بص على السيزون ده أشوف مثلا ماتشات يانج أفريكانز، أشوف مباراة مازيمبي، أنا بشوف إن مازيمبي واحد من أقوى فرق البطولة في النسخة الحالية، ألاقي إنه الأهلي على أرضه قدم أحسن مستويات وكسب بنتائج عالية. تصنيفك لمواجهه الترجي، هل الاول يصلح ان احنا نقارن ماتش الترجي بالمباريات دي، نقيس على نفس المستوى ده؟ لا يمكن، ولا دي حاله مختلفه من وجهه نظرك؟ حاله مختلفه لانها دي على بطوله. طب ما الوداد كانت على بطوله. ما لا بس الثانيه كان في مباريات ثانيه. يعني انت بتلعب الفرق الثانيه وهي تعلم ان عندها مباريات ثانيه بعد كده. أيه. لكن دي ملهاش، يعني دي اخر مباراه. يعني ملوش حل غير المباراه دي. فهو اكيد يقتل يا مقتول يعني. اكيد يعني كل في الكل. المغرب العربي عموما بيلعبوا، يحبوا يلعبوا الزون ديفنس او التكتل الدفاعي، زون ديفنس والاعتماد على الهجمات المرتده. على تقديرهم ان النادي الاهلي هينزل بهذه الجماهير، هينزل زي يعني كل امكانياته والضغط وكده لتسجيل هدف. النقطه هنا لازم تفكر فيها وتتحسب، الهجمه المرتده ازاي ما تستقبلش. طبعا زي بالظبط ان يعني مثلا الزمالك امبارح ضغط 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 فظيع من كل جانب بكل الخطوط الى ان اتسجل هدف. وبعدين الفرقتين بقى صحوا لبعض. يعني الجيم ابتدى من بعد هدف الزمالك، بس بدا هما الاثنين يفكروا. التاني فرقه مثلا المغرب بدات تفكر ازاي تبدا وتعمل، ما عنديش حاجه اخسرها، ونادي الزمالك برضو بدل مش عايز يستقبل بقى هدف، فبدات المباراه تلعب بعد الهدف. اما قبل الهدف هو طوفان من الهجوم، من كاسح من كل الفرقه على اساس انهم يسجلوا هدف. يبان لك هنا بقى ايه التوفيق. ما ممكن ما كانش يجي الهدف، كانت المشكله هتبقى ايه؟ ما قدروش يصمدوا على كده في الضغط الجامد، كان هيرجعوا تاني الفرقتين يلعبوا بعض وهيبقى فيس تو فيس، يعني وجها لوجه، مش قادرين انهم يغطوا. اللي كسر الحته دي الهدف، الهدف جاي من التوفيق، والتوفيق جزء من كره القدم. طب قبل ما اسيب ماتش الذهاب، عايز بس اخد رايك في نهايه مباراه الذهاب. الاهلي بعد يعني انا عايز رايك الاول، ايه السبب في ده؟ تراجع الترجي بشكل كبير، سيطر الاهلي بشكل اكبر، قدر يستحوذ ويخلق خطوره على مرمى الترجي. هل ده كان بسبب سوء تغييرات كاردوزو وسحبه يعني بشوف انه يانساس هو الجناح البرازيلي، الجناح الايمن بتاعهم، كان اخطر لاعب فيهم، فهل تغييرات كاردوزو ساهمت في انه الاهلي يفرض سيطرته، ولا هل تغييرات مارسيل كولر اللي كانت جيده واللي سمحت الاهلي بالسيطره دي،
وازاي شفت الترجي بدنيا في اخر ربع ساعه؟ يعني هل الفريق بدنيا ما قدرش حتى وهو على ارضه؟ ويمكن ربع ساعه مفترض يعني كنت بنعمل تحليل لارقام الترجي، اغلب اهداف الترجي في بطوله افريقيا مسجلها في اخر ربع او ثلث ساعه، ورغم كده لا ده تراجع للزون والاهلي كان مسيطر بشكل كبير. سبب التراجع ده تفسيرك ليه ايه؟ التراجع برضه هو الخوف من الهزيمه. فالخوف من الهزيمه بيرجع، الخوف من الهزيمه ما يهاجمش. هو شاحنهم المدرب، مديهم ومهيئهم يعني بقيمه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي، فعاملين حساب قوي للنادي الاهلي. فما مش معنى ان انا بلعب في ملعبي هروح اهاجم بهوجه عرابي واروحه بالفرقه وكده، لا. هو بيعملها بعقل. كولر نفس الحكايه، كان بيتعامل مع المباراه بعقل، وكان بيغير اللعيب بعقل، وعارف انه هينزل ده، وعارف انه هيطلع ده، وعارف انه هيخش بده، لان كل حاجه لها توقيتها في وقتها للمباراه. بقول لك اتنين بيلعبوا بعض شطرنج، فطبعا عايزه تفكير، عايزه مخ يعني. والشطرنج ايه؟ انت بتشتغل بمخك مش بتشتغل بقوتك. يعني الشطرنج لما اتنين لو جبت اتنين ابطال بتلاقيهم بيشتغلوا بالمخ مش بيشتغل بقوه، يعني مش بالعضلات والبتاع لا. فهو بيتعامل هما الاثنين مش هو لوحده، تعاملوا مع المباراه بعقلانيه وبذكاء، وان امتى يبدا امتى يتاخر امتى كده. لكن تقدر تقول لي في حاجات باد لك لنا، يعني اصابه علي معلول طبعا لسه كنت اسالك. ايوه يعني اصابه علي معلول دي توقيت بدري قوي، وبعدين لعيب من اللعيبه اللي هو اساسي وعارف بيعمل ايه ومفتاح لعبه واداء زي كده وخبره، وفي بلده قدام جمهوره، وده احنا كنا بنتسند عليه على اساس ان هو موجود هناك يعني في تونس وكده. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد له ان لا انت مش هتلعب بعد كده، يعني لا هو ولا المدرب ولا انا ولا انت ولا الجمهور نقدر نقول له لا ما ملعبش هتطلع بره. وطلع الحمد لله انه كمان عمل عمليه والعمليه نجحت، ولان ما كانتش قطع كامل والامور بقت يعني ظريفه، والحمد لله الوتر اكيلس برضه من الاصابات الرزله طبعا. يعني الرزله هي بتقرب للصليبي يعني بتخش في منظومه الاصابات الكبيره. ايوه بس هو اللي عارف انه مش قطع كامل. لا 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 عشان كده هي دي ان شاء الله ندعو الله انها يعني هيسرع في عودته ان هم يرجع سليم يفرق معانا طبعا طبيعي. فدي يفرق معانا في الذهاب وفي العوده كمان يا كابتن. ما دي اثرت اهي، مش دي اثرت فينا المباراه طبعا، مباراه زي دي وممكن تكون لخبطت حسابات كولر بشكل كبير على طول ما انت بتطلع. بس هو كولر زي ما بقول لك بيحسب شطرنج قبل المباراه. بيحصل ايه كولر؟ بنحط الفرقه بيرجع تاني يقول ألاعب ده ولا ده؟ لا هلاعب ده، خلاص استقر على ال 11 لاعب بيلعب. يرجع تاني يعيد نفسه يقول لو أصيب يبدأها من ورا الحارس هنعمل ايه؟ لو أصيب الظهير الأيمن أعمل ايه؟ لو أصيب الظهير الأيسر أعمل ايه؟ يعني الحسبة دي هو من بدري هو مفكر لازم تفكر فيه من اول ما بيحضر للمباراه. طالما حطيت ال 11 يعني حسبه مباراه السبت اللي جاي يبدا فيها كولر من بكره خلاص بدا. ويرجع يفكر في البدائل، مش نمره واحد مش لان ده بيلعب وحش ولا لا. وحش ولا لا بتيجي في وقتها، انا عارف هلاقيها حسب ظروف المباراه. اما الحاجات القهريه زي الاصابه والطرد دي بتبقى مفاجاه وتبقى غصب عنك كمدرب، يعني الإصابة غصب عنك هتطلعه، الطرد غصب عنك هتطلعه، الحاجتين دول المدرب هيطلعه، لازم يكون عامل حسابه قبل المباراة لو حصل لي. والطرد لأني لاعب في الملعب في العشرة لو حصل، والطرد في أني توقيت من المباراة، والطرد لو النتيجة شكلها إيه. هنا برضو الإصابة دي لو حصلت، هل لو حصلت في بداية المباراة، لو حصلت في نهاية المباراة، التغيير هيكون ايه؟ هرجع لنتيجه المباراه كانت شكلها ايه؟ انا محتاج ايه؟ كل حاجه طب. مش بيشيل واحد ويحط واحد، مش اجبار ان ده مكان ده الا في حارس المرمى. لكن شايف انه كولر في ماتش الذهاب اختار التشكيله الافضل، تشكيله الامس. هو بالظبط هو ده اللي وصل بيه وبعقلانيه بدا بيها. طب قبل ما اجي الماتش السبت اللي جاي،
نتيجه 0-0 دي مكسب لمين؟ يعني مين راجع لرادس بنتيجه تصب في مصلحته اكتر؟ الفرقتين ولا الترجي؟ الفرقتين يعني 50-50. طبعا، لان انت اللي يجيب جول هيكسب. مش هي 0-0؟ طب ما يبقى مكسب للاهلي اكتر يا كابتن. ما انا بقول لك يعني لا، يعني مكسب للاهلي لانه هي مكسب للترجي حسابيا ومكسب للاهلي معنويا، لانه بس انا ما استقبلتش. ما انا ما استقبلتش دي معنويا، لكن في النتيجه لو النتيجه 0-0 بتلعب مباراه وانت بدات المباراه، اللي هيجيب جول هيكسب. يعني هي دي النقطه اللي نقدر نقول فيها، الا في حاله واحده. لو الترجي سجل. الترجي لو سجل هيكسب، لكن انت لو حاولت تسجل لازم تسجل اثنين، لانك لو واحد واحد هو جول باثنين. ايوه، فطبعا انت لازم المبادره تبقى المبادره من عندك. ايوه، انا قلت ان كاردوزو يمكن وهو بيحضر للماتش، يعني تاني يوم برضو كنت بتكلم في انه كاردوزو اعتبر نتيجه 0-0 بالنسبه له كانه جاي القاهره والنتيجه 1-0 لصالح. على اساس ان الجول بتاعه باتنين. هو يعني في تفكيره طبعا، وعارف انه ده هيكتف الاهلي شويه، وده خلينا ننقل لماتش الذهاب. ماتش العوده، هل بتشوف انه سيناريو المباراه من وجهه نظر مارسيل كولر هو احنا اتفقنا انه الاثنين رفعوا شعار لا للمغامره، لا انا هغامر ولا انا كمان هغامر، لا انا عايز استقبل ولا انا عايز استقبل. هل تتوقع انه سيناريو او بدايات سيناريو المواجهه في القاهره يوم السبت يبقى استكمال لنفس السيناريو رادس، ولا في حد منهم ممكن يقول هنا لا الفرصه فرصتي، المغامره لازم تكون جزء من حساباتي؟ هي جزء بس وكلامنا على الاهلي اكتر طبعا، هيبداوها بنفس 50 50. مش ممكن يغامر، مش ممكن يغامر. طبعا، لانه عارف انه لو جاله هدف هيجيب اثنين، لازم يجيب هدفين، بقت مشكله. ما هو ده ادعى ان انا اسعى ان انا اسجل هدفين بصرف النظر عن ان انا استقبل ولا ما استقبلش. لا، ما لازم في اتزان. الجون ده كابتن فتحي الجمهور، يعني في ماتش مازيمبي واحنا كسبانين مازيمبي 1-0 واحنا كسبانين اوريدي، انت بتبقى قاعد على اعصابك ليه؟ لانه عارف انه في اي لحظه اي هدف ممكن يجي فيك هيلخبط الحسابات بالزبط. والماتش هيتقلب السيناريو بتاعه، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ما ابتدتش تهدى الا بعد ما سجل الهدف الاهلي الهدف الثاني، وبعد ما الاهلي سجل الهدف الثاني كوره الاهلي شخصيه الاهلي خلاص رجعت لطبيعتها، بقت الضغوط ضاعت بالظبط كده، والنتيجه قربت. ايوه، وانت قربت للهدف بتاعك، وحتى لو سجل هو انت مش شايل هم هدف يسجله يتحسب بهدفين. لا لا، مش كده. فطبعا هي العمليه حسبه، يعني ما اقدرش اقول انها حسبه بسيطه ولا حسبه سهله، لا، حسبه عايزه عقلانيه ومزمن ده عشان يقعد يفكر. لكن نمره واحد ما فيش المجازفه، ما يخشش فيها التزام دفاعي 100%، هجوم طاغي وقاطر على ان انا اروح اسجل هدف واثنين لان انا في ملعبي. في رادس رهان كولر في مركز الباك ليفت مكان علي معلول كان كريم فؤاد. هل تعتقد انه كريم هو الجدير وقدم مباراه كويسه بصراحه؟ طبعا. هل تعتقد انه رهان كولر في القاهره هيكون كريم فؤاد، ولا كابتن فتحي بيشوف انه ممكن تكون فرصه مثلا لكريم الدبيس على اساس انه ده مكانه وحافظه اكتر، وممكن في فرصه لتجهيزه كمان؟ ما هو برضه، لكن ممكن اقول هلاعب ده لانه خد خبره. ايوه، واكتسب وعارف ازاي يتعامل مع الفرقه اللي قدامه، ولعبته في الظروف الصعبه بره ملعبه وفي الامكانيات دي. يبقى اكيد هو حاسبها. ماذا والا ليه ما لعبش كريم الدبيس؟ ايوه، لما كان لعبه هناك ما لعبوش ليه؟ لان هو عارف مين اللي متفصل على هذه المباراه. هو المكان مش غريب على كريم فؤاد طبعا، يعني ما اقصدش انه كريم بيلعب لا، ما بنقولش ان هو وحش، ما بنقولش ان هو وحش ولا حاجه، لا. هل هو انت بتقول يعني هل هناك من افضل او يكون مثل التغيير اللي فات ده؟ هو عندي فتره بجهز فيها فيها طبعا، هيفكر فيها. لكن هتلاقي في اسهم كريم فؤاد أعلى في حاجات هتعليه، انه لعب مع الفرقه دي ولعب بره وحافظ اللعيبه، فانت بتصلح في اخطائه في اللعيبه، مش لسه جديد هيبدا معاهم. صحيح، ممكن. وفي جميع الاحوال لازم الاثنين يبقوا جاهزين، يعني طبعا طبعا، الله ما حدش برضه يعرف ظروف المباراه. بالظبط بالظبط، وخصوصا انه كان في عنف شويه من لعيبه الترجي خصوصا في الاخر. في الاخر بالظبط كده. كتير من الناس لاحظت انه ادوار حسين الشحات وبيرسي تاو الهجوميه في مباراه الذهاب
بدون مساندة الأظهرة كانت مش مؤثرة بشكل كبير. صح. يعني الشحات حتى يمكن رجوعه في أوقات كتير جدا هو وبيرسي تاو إن هم يساندوا أو يقوموا بأدوار دفاعية قلل بشكل كبير. اللي أثر على الشحات إصابة علي معلول. أه طبعا. لأن علي مع هو هم الاتنين مع بعض في ثنائي فاهمين بعض، بيقدروا بيوصلوا وبيروحوا وكده، وساعات الشحات يرجع يدافع مكانه وعلي يروح يعمله. فالهزة اللي كانت ناحية الشمال هي مش هزة الشمال بس، هي هزة الشمال وهزة اليمين. خلت يعني الفرقة عدم اتزان لفتره كده لغايه الفرقه ما ظبطت نفسها. ايوه. فالاصابه ما كانتش سهله، وتوقيتها برضو نزل يعني في بدايه المباراه مش في اخر المباراه. اذا لا قدر الله تعقدت الحسابات، وتعقدت الحسابات دي ممكن يكون ليها سيناريوهين. سيناريو اول هو استمرار التعادل، وده في حد ذاته كل بيتهيألي يعني، وبرضو اسمع وجهه نظر الكابتن فتحي، كل ما الوقت بيعدي الترجي بيرتاح اكتر والاهلي بيبقى الضغط عليه اكبر. صح أكيد ولا غلط؟ اكيد. يعني كل ما النتيجه استمرت 0-0 الترجي بيحس انه بينجح والاهلي بيحس انه مضغوط. بالظبط. او لا قدر الله، لا قدر الله وده السيناريو الأسوأ، انه المبادره هيتهيألي المبادره هنا هتكون مهمه جدا يا كابتن فتحي. يعني الفريق اللي هيسجل الاول، الفريق اللي هيكون صاحب المبادره، هتسهل بشكل كبير جدا من مهمه الاهلي. هتصعب عليهم المشكله ان انت الاهلي هتسجل بدري، وهم مش هيجازفوا اول ما ينزلوا انهم يهاجموا. هم هياخدوا لهم ثلث ساعه كده في التكتل الدفاعي والالتزام الدفاعي، وهينسوا انهم يروحوا ناحيه المرمى. لو لعبوا في الزون واحد الاول، نسال على الترجي، لو لعبوا زون، واعتقد ان هم هيبتدوا زون هنا اكيد قدام أكيد الاهلي. اكيد. مين اللعيب اللي ممكن لفت نظرك في مباراه الذهاب يكون مصدر خطوره في التحولات؟ يعني انا راس الحربه بتاعهم يعني رودريجيز ده بطيء جدا. تسديدات امام عاشور لا بتكلم عليهم هم. هم مين لو لعبوا زون ديفنس من وجهه نظرك مين اللعيبه اللي لفتت نظرك؟ يعني حسام توقع مثلا في نص الملعب، في نقل الملعب لعيب خطير. يان ساسل الجناح اليمين بتاعهم برضو لعيب خطير. الجناح ده خطير وكده. احنا في الحاله دي ما بقدرش اقول مين اللي هم لعبوا زون، مين اللي هيهاجم. انا بفكر دلوقتي ان انا اجيب جول. في دماغي مش ان انا بقى دلوقتي طب مين تاني هنقعد بقى ندافع تاني. ايوه. فانا مش عايز كل تركيزي في ان الكره دي تروح في مرمى ده. ولو كترنا من الشوط 1000000% هيكون له تاثير ايجابي جامد جدا 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 مع هذه المباراه، مع هذه الفرقه، مع النهائيات اللي ما بتحاولش الاحتفاظ الكتير والنقل والكلام ده. الكرة سريعة لأنها مضغوط. النقل الكتير عايز أعصاب هادية مش مضغوط. أيوة. مش يعني لكن أنت كل الفرقتين مهزوزين من المباراة الأخيرة. مفيش واحد عنده كل هادي يعني بارد ومسكها وحنان. لا 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 لا، عاوزين نروح هننهي بشوط، هننهي بضربات ركنية، هنرجع هنلتزم دفاعي، هنلتزم كويس قوي، ونرجع تاني الانطلاقات. لكن البطء في التحضير والبطء في التسليم والبطء في التمرير والاخطاء في التمرير والكلام ده دي هتديك احباط اكتر من ان انت هتوصل للمرمى. وانت بتحضر لماتش زي ده انا بيتهيالي انه الاهلي يعني حتى في نتائجه شايف طبعا انه انك ترجع من رد 0-0 ده شيء كويس جدا. قدام الترجي في فاينل افريقيا نتائجه ما قبل المباراه دي سواء محليا او افريقيا انا بشوف انه كيرف الاداء ارتفع بشكل كبير وقربنا بشكل كبير من فتره ما قبل توقف امم افريقيا. لكن ايه اللي تقوله لمارسيل كولر وهو بيحضر للجوله الاخيره في دوري الابطال؟ ايه الحاجات المفاتيح اللي ممكن يلعب عليها مع لعيبه النادي الاهلي اللي بيتهيألي جاهزين بدنيا؟ عندناش الحمد لله مشاكل. بكره بالمناسبه خليني اقول لكم انه عبد القادر والسوليه واحمد نبيل كوكا هيبان موقفهم كمان، واعتقد انه الثلاث اوراق دول هيبقوا مهمين جدا في مباراه وكوكا ممكن يكون خيار لو جاهز يا كابتن مكان علي ولا خلاص يعني كوكا مش في حسابات الباك الشمال. ما هو دي هترجع له هو بقى. ايوه. ترجع لمارسيل كولر في ايه؟ لكن هو هذه المباراه للفرقتين. ايوه. الفريق اللي هيمتلك لاعبين قادرين على التسديد لحل مشكلة الضغوط العصبية اللي على الفرقة، لأن أنت لما بتاخد الكورة وتقعد تباصي وتباصي 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 وكده كل ده كويس، كل ده جميل،
بس ده مش هو اللي هيوصلك ان انا اسجل هدف. أيوه. خصوصا بقى هتبدا اخطائك تزيد في ايه؟ ان انا مرر الكره ضعيفه ولا قويه، لان الجهاز العصبي شغال، فالجهاز العصبي ما بيديش اشارات صح للعضلات، فالعضله ما تديش القوه صح للكوره، فتلاقيها بطيئه فتتقطع، او يديها قويه. ليه؟ لان الجهاز العصبي مهم جدا ان انا ما احاولش استعمله غير في ان انا اروح اجيب جول بتسديد. التسديد هي دي بوم اللي انا يعني بتنفجر فيها، بطلع طاقتك كلها، فهي دي الوحيده اللي هي ممكن هتكون مفتاح الفوز ان شاء الله يوم السبت. ما بي لما اتنين مديرين فنيين بيبقوا قريبين من بعض في الـ في الـ في الفكر وفي التكتيك وفي التنظيم في الملعب، وعندهم امكانيات ممكن تكون قريبه، يمكن في فوارق طبعا على المستوى الفردي ومستوى الجماعي بيتهيألي متفقين انها لصالح الاهلي، لكن في النهايه برضو الترجي فريق كبير وعنده عناصر عندها خبرات وكده. المواجهه بتتحسم ازاي؟ يعني لو بيتكلم على اوضه اللبس يا كابتن فتحي، بيتحسم ان هو كيفيه استغلال العناصر اللي عنده في انها تتفوق على الفريق اللي قدامه. كل مدرب عنده شويه اسلحه، فهو ازاي يستخدم الاسلحه اللي عنده دي في ان هو ينتصر على الفرقه اللي قدامه. اسلحه احنا مش في حرب، لا، يعني لاعبين متميزين قادرين على تنفيذ فكر هذا المدرب داخل هذه المباراه. اللي يقدر هيقنع لعيبته بفكره السليم، بفكره السليم في ان هو يتغلبوا على الضغوط العصبيه، يتغلبوا على التفكير لما بعد المباراه، يتغلبوا على الحاجات دي كلها، ويشيلوا من عندهم الضغوط العصبيه اللي هتيجي. لكن انت كل مدرب هتبقى كفاءته من هنا، الصنايعي زي ما تكون انت جايب صنايعي تدي الواحد ده شويه حاجات يعملها وشويه حاجات يعملها، شوف الصنايعي ده هيطلع لك، او الفنان اللي هيرسم لك لوحه، ده هيرسم لك لوحه شكلها ايه، والتاني اللي المدرب التاني هيرسم لوحه شكلها ايه. أي. كل واحد هتختلف منه بكفاءته هو بالامكانيات اللي عنده. كولر غالبا بيميل لانه يغير لاعب بلاعب في نفس مركزه، يعني ما بيعملش تغييرات من جوه الملعب، نادرا ما بتحصل، وما بيحدث ما بيعملش تغييرات تغير من شكل اداء النادي الاهلي جوه الملعب. يعني الماتش اللي فات خرج بيرسي تاو نزل رضا سليم، خرج امام عاشور نزل مجدي قفشه. دي يعني احنا بندرسها للمدربين وكده. ايوه دي بتبقى راجعه ليه؟ من يوم ما عملوا التغيير خمسه، من يوم ما عملوا التغيير خمسه، كان لما كان التغيير اثنين او ثلاثه، فكنت لازم تعمل تغيير داخلي. أيوه. خش انت هنا وقت التاني مكانك. لكن انا عندي الحريه دلوقتي، عندي خمس لاعبين يعني نص الفرقه. أيوه. ما هو الجول بيلعب. يعني الجول حارس مرمى خلاص. وبعدين خمسه وفي جوه ملعب 10، منهم اربعه في خط الظهر، فقدامي اللي هم السته اللي ممكن هغير فيهم وانا عندي خمسه، فاكيد هلاعب واحد مكان واحد. مين على ال 11 اللي ابتدوا اللقاء باستثناء معلول، هم تراهن عليهم في مباراه العوده ولا تتوقع يكون في تغييرات في البدايات؟ لا، ما اتعودت وقلت لك قبل كده يا ابو حميد ان احنا طب مفاتيح الاهلي على الدكه يا كابتن، ان احنا إن كل لاعيبه الاهلي جاهزه. ايوه. وكل لاعيبه الاهلي قادرين على انهم يصنعوا الفارق، وقادرين انهم يحققوا البطوله. وبعدين احنا اتعودنا ان ناخد البطوله خارج ملعبنا. يعني البطولات الاخر بطولتين. أيوه. خدناهم خارج الملعب، ما خدناهمش على ملعبنا. فاذا لما نكون على ملعبنا مع هذا الجمهور، احنا اخر بطوله على ملعبنا كانت الزمالك. ايوه القضيه. لا دي كانت قديمه، دي مش قديمه ولا حاجه، كانت يعني دي اول 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 نهائي في الخمس نهائيات، يعني الزمالك كايزر تشيفز ثم الوصافه امام الوداد ثم الفوز على الوداد والمره دي الترجي. طيب يعني فاولهم اول واحد من خمس نهائيات كان في استاد القاهره امام طيب الزمالك. يعني لكن انا بقول دلوقتي. أيوة. فيعني انا شايف ان اللعيبه الموجوده قادرين كلهم ان شاء الله، وكل واحد فيهم بيتمنى على فكره، يتمنى انه يلعب، ولو ما لعبش بيتمنى الفوز، وهي دي روح النادي الاهلي. نورتنا يا كابتن فتحي. نورك. شكرا جزيلا على وجودك معانا، بنسعد بيك دايما. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لحضراتكم على المتابعه، تستمر وتبدا بكره رحله الاهلي استعداد، بكره ان شاء الله العوده مع مستر مارسيل كولر للتدريبات، واللي هنتابعها معاكم ان شاء الله في السادسه يوم بعد يوم. شكرا على المتابعه وتحياتي لكم.